اغتيالات متتالية، قتلى وجرحى بجبل الشعامبي، ووضع استعجالي جعل نقابة الأمن الجمهوري تعقد ندوة صحفية تندد فيها بما يحصل من فساد بوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن البوليس السياسي لا يزال موجودا ولم ينحل بعد. أكبر مشكلة في بالنسبة لإدارة الفاسدة هي التعيينات. التعيينات إذا كان نهار نوصلوا أنا نحيو الولاءات في التعيينات، عندنا إطارات شرفاء دون فاسون انكرويابل. المشكلة أنه احنا في تعييناتنا ولينا فلان متاعنا وفلان ماهوش متاعنا، فلان نستحقوه نهار آخر وفلان ما نستحقوهش، فلان يخدمنا في البلاصة الفلانية وفلان ما يخدمناش. عندنا برشا شرفة، أنا واحد من الناس ننتمي لسلك الحرس الوطني وما نعتز ما تصورش شنو الاعتزاز والفخر اللي عندي في مخي ولعائلتي والناس الكل، انا ننتمي لسلك هذا اللي عطاه ارواح وعطاه شهداء لتونس من 54 من 56 لتوا للشعامبي للروحيه للكيف للبلايص الكل. لو بروبليم هنا اذا كان نهار نحيو مصالحنا ونحطوا مصلحه البلاد قبل كل شيء في التعيينات، وهذاك شنو واش عنده؟ شنو هي كفاءته؟ وقتها بقدرة الله تتنحل الولاءات، وقتها تتنحل الفساد ويتنحى كل شيء، ما عندناش حتى طريقة أخرى إلا بالتعيينات الصحيحة وبالتعيينات اللي حسب الكفاءة نتاعك مش حسب الولاء نتاعك. في نفس السياق أكدت نقابة الأمن الجمهوري أن أول شيء خطير تعرضت له تونس هو زعزعة ثقة الشعب في البوليس، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الأمن لحمة واحدة للخروج بالبلاد من هذه المرحلة. نوجه نداء هي فيه جميع الأطياف من مؤسسة أمنية، انطلاق من المؤسسة الأمنية بجميع أطيافها وبجميع قياداتها، ومهما يكون توا سواء كان في تونس ولا في القصرين، قتل اللي يصير توا في القصرين راهو ينجم غدو الحي يصير في تونس، في تونس العاصمة، ينجم يصير في الجران سيرفاس، ينجم يكون في وسائل النقل العمومية، معناها احنا الخطر هذايا يلزمنا نتصداو له، يلزمنا نحطوا اليد في اليد، سواء كان مواطنين، سواء كان المواطنين المطلوب منهم على الأقل مزيد الحذر وإعطاء المعلومة في وقتها والتنسيق مع قوات الامن وعدم التشكيك في قوات الامن. بالنسبه لجبل الشعانبي اول حاجه نقول هنا نتوجه للمواطنين، المواطنين اللي عنده ذره معلومه هو احتمال يراها ماهيش ما تسوى حتى شيء، احنا رانا نراوها من منظار اخر، ونحطوا اليد في اليد بقدره ربي مع بعضنا ونوضعوا حد للمذابح هذه، ولا يهمنا لا في السياسه لا يهمنا في اليسار لا في اليمين لا في الوسط لا في النهضه لا في غير النهضه، نخدموا البلاد بشرف وبامانه وباذن الله يتم حق الشعانبي وغير الشعانبي. تنديدات واتهامات وفساد ينخر قطاع الأمن في انتظار إصلاح جذري لم يتحقق بعد، ووضع سياسي معكر، وصوت شعب يعلو رغبة في الديمقراطية والأمن والمطالب الثورية.